ما تنزلش بموزن. اوه اديله عنيف. اخباركم يا شباب؟ معاكم محمد جمال من قناه العميد وحلقه جديده في محاكي الحوادث او بما ان جي. في حلقه النهارده ان شاء الله قررنا نعمل تحدي، والله ما اعرف صراحه اسمي اسم التحدي، تحدي المساعدين ولا تحدي النطه ولا تحدي الكفته ولا ايه بالظبط، انا صراحه ما اعرفش. المهم فكره التحدي باختصار، شفتوا انتوا الجبل ده هننزل من عليه بسرعه كبيره جدا، وعند النطه دي والنوط والمفروض نوصل للارض هنا، ايوه بين الطريق كده والطريق اللي احنا ماشيين عليه، ونشوف هل العربيه هتقدر تحافظ على نفسها او على السواق اللي جواها او حتى على المساعدين بتوعها او هتتدمر خالص. ده كله نشوف ان شاء الله في حلقه النهارده. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناه وخلونا نبدا. لازم تكونوا عارفين يا جماعه دي العربيات ان شاء الله اللي هنجربها، مش كلها طبعا، هنجرب بعضها النهارده. وزي ما انتم شايفين التسلا اهي حملناها، صراحه حملت عربيات شفر وعربيات فيات. ادي عربيه فيات جت اهي، وعندك الشفر الكبير ده وصل. طب صراحه ما اعرفش فين بقيه العربيات، يعني هو في ايه بالظبط يعمل حاجه؟ طب ما تنزل الباقي يقول لك لا والله يا اسطى في وورنج او في خطا، وحملت اللي هنا الكورفت. حاولت اروق بقدر الامكان على اللعبه. تتوقعوا ان العربيه اللي هتفوت؟ ما ينفعش نعمل التحدي ده من غير النقل السوبر. يا ليلتك بده. لا يا حاجه مش كده، والله ما قصدي. إيه يا لهوي يا حاجه البتاع اهو، لا اله الا الله. اه الله يكون في عون السواق اللي جوه. اه يا وش، يا نهار ابيض، اوف يا لهوي. طب احنا لسه بنشكر فيك، عايزين نبدا بيك بدايه حلوه. تقول لا والله يا اسطى ما عندناش احنا الكلام ده، بس برضه هنبدا بيها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. المره دي بقى هسيبها كده من ورا يا حاجه. دوسي بنزين 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 بنزين. ايوه دوسي بنزين بنزين بنزين. يلا 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 يلا، ظبط في النص يا اسطى. ليه يا اسطى ما بتظبطش في النص؟ يا نهار ابيض على القلاب، انا حاسس القلاب ده هو اللي هيفرتك صاحب العربيه. ايوه كده، شوف يا جدعان المساعدين بتوعتها جامده ازاي. يا نهار ابيض على القلاب، تخيل يكون قاعد في ناس هتلاقيهم قاعدين يفرفروا كده من بره البتاع. لا اله الا الله. لا ده في مشاهد عنيفه هنا يا جدعان، زي التسعين دي. بس 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 بس. بالنسبه للسواق انا لا اعلم اين هو، ولكن اتوقع ان هو نزل الباراشوت لان هو حاسس ان العربيه هيحصل لها كده. نجرب بقى الاودي، ودي ملكه السباقات وانتم عارفينها، الامان والامن والدنيا دي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل الحال يا رب، يا مسهل الحال يا رب. ودوس. احنا بوظنا نقل الغيارات بتاعها يا جماعه. يا نهار ابيض، بص بقى تخيل ايه اللي هيحصل العربيه زي دي. اوبو يا لهوي. ده العربيه بصوا بقت صاجه، عارف انت لما تيجي تفتح كنزايه وتعملها كده اهي، العربيه بقت كنزايه متطبقه. يا نهار ابيض، ده المنظر فظيع صراحه. نشوف بقى الام 5 هتعمل ايه. بسم الله على مالك يا قطه. ايوه دوس بقى يا معلم، دوس يا باشا دوس. الله اكبر، شوف شوف العربيه قادره تتحكم بيها ازاي. وفي حاجه اتضربت، اوف الماتور شكله ضرب. لا ده مش الماتور، ده البتاع اسمه ايه، نقل الغيارات هو اللي ضرب تاني. ايوه دي هتنزل واقفه مش كده. وي يا لهوي، ايش وش 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 ده يا زلمه، وش ده وش ده وش هذه السياره. ده العربيه يا جماعه بصوا، بس اهم حاجه الشكل بتاعها محافظ عليه يا اخي. الكرفه وهي واقفه صوت مزيكا والله العظيم. بسم الله الله، هات كده من جوه خلينا نتفرج. معقول العربية دي يا جماعة يحصل لها حاجة من جوه؟ والله أنا مش مستبعد صراحة، ولكن خلينا ندوس بنزين أحسن لنا. أنا آسف والله العظيم، أنا غلطت من الأول إن أنا كان المفروض أديلك بنزين، بس حلو يا جماعة قدرت أسيطر على إيه ده. في إيه؟ إيه ده في إيه؟ أنت آخرك 120؟ نهار أبيض. آه لا 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 لا، مش عايزين النزلة دي. أوه مان، لا إله إلا الله. دي الكورفت يا جماعه، نزلت عوشها نزله وحشه قوي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الدوج بتتريق عليها يا جدعان، خلينا نشوف الدوج الشبح الوحش اخر 50 مليار حاجه يعمل ايه. اوف يخرب بيتك صوتك عالي قوي والله، ده اللي اتخرمت. يا حظوك اللي بتسمعوا الفيديو. يعني العربيه يا جماعه نازله زي ما هي، الله هو ده اللي انا عايزه بالظبط. ما تنزلش ببوزك. يعني لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انتوا عارفين يا جماعه العربيه الكورفت يمكن خبطتها اخف من دي. الدايلانس بتتريق على الدوج، والكورفت بتقول لهم انا اوريكم انا النطه عامله ازاي والامان. انا متهيألي يا جماعه الدايلانس وصلت 200 وشويه، دي انا حاسس بالنسبه لها فرح. وبسم الله اللهم صل على النبي. واو والله متوازنه في الجو، نفس حركه الكورفت بالظبط اللي هي اسمها ايه دي نسيتها، الدوج. يا نهار ابيض، لا واضح ان الامان بتاعك عالي جدا. هو بس كل اللي حصل للسواق ان هو فين السواق؟ خش يا باشا على القديم الفيت 125، اي خدمه يا عم، عد الجمال جبتها لك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بس صوتها غريب شويه، انا حاسس ان هو مركب لها صوت سباق. بس علينا يا رجال، ونط يا مدير. بص يا باشا، شايف شايف يا باشا النطه عامله ازاي؟ يا سلام، هو ليه كله مصر ينزل على بوزو؟ ايوه الله اكبر على الفيت 125 شغال اهو، بس
والله شغال. الانترا بقى يعني امان الامان، يعني بسم الله الله اكبر، يعني بسم الله اللهم صل على النبي. طب ليه يا اسطى كده؟ ليه ليه ليه؟ انت شكلك يا جماعه الانترا ده عايز تعمل حركه؟ لا هي فعلا الحركه جامده جدا 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 جدا. يا لهوي زمان اللي قاعد جوه ايه اتظبط. يا جماعه لو سمعتوا ان صوتي كده مثلا بيختفي او تحسوا كده كاتم غصب عني، فانا عشان عندي برد او داخل على دور برد بصراحه، انا ما اعرفش ايه الدنيا يعني. زي ما انتم شايفين العربيه الدج رامب يا جماعه، العربيه دي صوتها عالي بطريقه بنت لذينه. فخلينا نجرب بقى بسم الله الرحمن الرحيم. وما اعتقدش يا جماعه التسرع عليها يمكن كام دي، والله ما عارف، بس على الله بس تظبط. ليه 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 ليه؟ انت بتعملي سيرفايف؟ لا لا يا حاجه من تاني هنعيد لها يا جماعه، معلش بس عشان ايه ده اصلا يعني انا مش فاهم صراحه، ده ما بقتش دوج دي اساسا، بس انا برضه عايز اعمل لها تاني لان عايز اشوف هل هتفضل ثابته في الهواء بحيث تنزل زي ما هي متوازنه، ولا هتنزل على بوزها وينط يا اسطى. والله يا جماعه متوازنه في الهواء صدقوا، تتوقعها بدها تنزل سليمه؟ عارف انت العيش الفين لما تمسكه تبطه كده بايدك الاثنين بالظبط كده، هي دي الدوج. يا ليل الليل، شوف شوف الماتور بتنطط ازاي، عنيف قوي الماتور ده، والماتور صوته عالي قوي يا جماعه. كلنا شفنا السوبر ايه اللي حصل لها، خلينا نشوف الوحش ده ايه اللي هيحصل له. يا اخي المشكله بس معايا في الكاميرا دي. ايوه ظبط يا مدير، ايوه ظبطت دي. عادي صح؟ عادي 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 عادي. اوه لا والله غير متوقعة صراحة يا زلمة، انظر ما الذي حدث بها. هي هتشتغل فيها ايه دي يا عم الحاج؟ ده انتهت خلاص جيم اوفر. الفيرنا بقى بتاعت برضه صاحبنا الاسماعيلاوي اللي مركب لها جنود كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وات سريعة، ده ستوك ده يا جماعة. يا نهار ابيض، تتوقع الفيرنا ده هتنزل عبوزة؟ يا ليل، هي طبعا خفيفة يعني فاكيد هتنزل عبوزة، بس هي تحسها نازلة زي الطيارة ليه كده؟ اوف يا نهار ابيض، ده المفروض اصلا صاحبها ينط ورا على طول على الكرسي اللي ورا، يعني على امل ان ربنا ينجيه يعني منها. احلى حاجه ان الكراكس بتاعها شغال. بصوا يا جماعه هي ما بقتش فينا، هي بقت توك توك، ادي الكاوتش في النص وادي الكاوتشين اللي ورا، لا توك توك رسمي دي. التكاتك بقى عشان ما يزعلوش، طبعا حد فيكم يقول يا عم ميدو دي عربيه مش توك توك، لا هي توك توك، اي حاجه بثلاث كاوتشات فهي توك توك، خاصة بيبقى لها كاوتش قدام في النص، بس سريعه يا اخي ده اسرع من التوك توك. النطه دي بصراحه زعلتني منك، بس الامانه يا جماعه العربيه بسبب السبويلر اللي ورا متوازنه في الهواء. بس العربية اتدمرت، تشتغل فيها ايه؟ التانك اتدمر والموتور اتدمر والتبريد اتدمر، كل حاجة فيها اتدمرت، بس بصراحة الأمانة العربية الوحيدة اللي فضلت محافظة على نفسها ممكن بسبب الرول كفر اللي جوه اللي هو بتاع الحديد ده أو الدعامات دي ممكن. فاكرين الإنترا دي لما عديناها في جي تي إيه 5؟ يا كانت رهيبة جدا، لما تتفرجش على الحلقة اكتب الإنترا وجنبها العم ميدو هيطلع لك على طول. وبسم الله الرحمن الرحيم، كنا عايزين نعدل الإنترا 2007 برضه بالمرة قبل ما ننسى. المهم خلينا نشوف أنت ليه يا حاجة مالك منشلة كده؟ يا نهار أبيض على سنينها البيضة، الماتور يا جماعة بيلعب جوه من كتر الخبطة. والله يا جماعة أنا بصراحة يعني حاسس كده إن مفيش حد هينجو من هذه الخبطة. والكلاكس شغال، اهم حاجه الكلاكس شغال، ما تفهمش شغال ازاي. ولاول مره في وفي يا جدعان ليه كل شويه هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. طب ثواني كده يا جماعه نعمل لها تعديل، يمكن العربيه تكون عايزه كاوتشات ودنيا، ده العربيه اصلا عايزه شغل كتير. طب مثلا احنا لو اخترنا هنا، ده العربيه ما فيش يا جماعه لها كاوتشات والكلام ده كله. عموما خلينا بس نظبط الدنيا بتاعتها، يمكن نعرف نضيف لها كاوتش، غير يا باشا الماتور بتاعها. بالنسبه للبادي يا جماعه ده كل حاجه فاضيه فيها تصدقوا. انا نفسي افهم يعني هدف مطور اللعبه ان هو منزلها فاضيه كده ازاي، يعني مش فاهم انا. ايوه ادي الكاوتشات الاماميه، حط يا باشا الكاوتشات الاماميه. ايه ده؟ كاوتشات مربعة، هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ انا عايز كاوتشات عادية يا عم الحاج. ايوه اهي، واديني بقى كاوتشات خلفية بعد اذنك. مش مصدق نفسي يا جماعة حطيت لها كاوتشات، بس الكاوتشات الأمامية مختلفة عن الخلفية، بس مش مهم يعني احنا عايزين ننزل بيها، العربية عايزة بنزين. لا إله إلا الله. يا حاج احنا فاضيين لك. اهي اشتغلت. طب الحمد لله. صوت ماتورها غريب بس قشطة، يعني احنا عايزين نشوف أمان الهامر عامل ازاي. ويا لهوي ده محتاجة شغل يا جدعان العربية دي أقسم بالله. طبعا البرتقالي ده كله يا جماعة بقول لك إن الصورة مش موجودة يعني. فتقريبا صاحب المود مش مهتم بالعربيه، ولكن احنا عايزين نشوف هل الهامر هتقدر تستعمله ولا لا. وبرده كالعاده هتنزل على بوزها. وايه اللي بيلف ورا ده؟ فرامل ده ولا ما علينا؟ اوه مان، اهم حاجه الكلاكس شغال. يا نهار ابيض العربيه في خبر كان يا ولاد، لا اله الا الله. الجيب بقى بتقول تعالى اوريك انا، اوريك انا. انا بصراحه مش مقتنع بصوت ماتورها يا جدعان، عالي قوي والعربيه يعني زي ما انت شايف مش عارف اسيطر عليها. انا مش فاهم في ايه بالظبط. يا لهوي. لا كده يا جماعه اللي عرفت النتيجه، العربيه دي الوحيده اللي مش هعمل لها ريبلاي، مش هلعب بيها تاني. لا 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 العربيه خلاص كده، بس الفكره كلها ان هي محافظه على السواق بتاعها. لا ثواني يا جماعه معلش، هنعيد لها من تاني يا جماعه لان الناس اللي جوا ما حصل لهمش حاجه، فلازم نازله محترمه عشان نشوف. والمره دي انا همور العربيه. يلا. بسم الله. على مهلك، بس ظبطت كده. ايوه.
ايوه بالظبط كده. ايه اويل اويل بام ده البام يا عم، احنا ما عملناش حاجه. المهم خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. هو ده اللي انا عايزه بالظبط. اصلا ما ينفعش يعني عربيه زي دي نط ارتفاع ده كله، يعني انت متوقع ايه؟ هو ايه اللي لسه بيطير ده يا جماعه؟ في حاجه طايره هناك اهي شايفينها. دي حتت صغيره. المهم زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله تقريبا كده الداخليه كلها اتفكت اصلا من على جسم العربيه. الكسبر وما ادراك ما الكسبر، اخواتنا في الخلايجه هرينا تفحيط، وكان في واحد كان مركب لها ماتور ما تفهمش 20 سلندر، ولا العربيه ماشيه ترقص كده مكانها وهي واقفه وتعمل بوم 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 بوم. فخلينا نشوف الامان بتاعها هيبقى عامل ازاي. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. الماتور طار على طول، ما عندوش انتباه للعربيه نهائي اصلا. طب انت راح فين يا اسطى؟ يقول لك لا والله يا اسطى خلاص كده. يا نهار ابيض، ده المساعد يا جماعه المفروض تحت طلع فوق. بالنسبه للناس اللي جوه اعتقد اللي ورا ممكن يعيش بس يعني. فكلاكس كلاكس شغال. ولاول مره هنجرب المونستر تراك. وبعدين ليه انا حاسس ان هي مالهاش صوت؟ في ايه بالظبط؟ يا نهار ابيض يا جماعه، ده الكورونا بتاعتها تحت. هو في ايه؟ المفروض دي مونستر تراك، يعني المفروض الحاجات دي كلها تكون مرفوعه على الارض متهيألي، ولا انا غلطان؟ هي العربيه دي الكهرباء ولا ايه؟ بس الكاوتشات اللي ورا بتاعتها بتحول. لا 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 لا، انت كهربا ولا في ايه؟ يا نهار ابيض. لا خليها يا جماعه نديلها فرصه ثانيه. والله يا جماعه تحس صوتها كهربا وبعدين فيها باك فاير، في حاجه مش مفهومه في العربيه دي. يلا عادي مش مهم، نحاول بس نظبطها كده. ييه مش عارفين نظبط العربيه. لا اله الا الله، ده العربيه يا جماعه اتدمرت اصلا قبل ما تنزل تحت. طب دي هتنزل تعمل ايه يا حاج؟ انت ناس تعمل ايه؟ بص بص شوف البدل بتاعها طاير ازاي. بوم. عفوا نفسي والله العظيم كان في الوقعه دي الكابينه تطير. وبعدين ايه الماتور ده يا جدعان؟ ده غريب قوي ده. 3 سلندر ده ولا ايه؟ يا نهار ابيض، جزيتي خيرا واكلت طيرا. كلاكس شغال اهم حاجه. ندخل بقى على النصاص، وخلينا نبدا اول حاجه بالنيسان. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا معلم. النيسان دي يا جماعه كان مشهوره عندنا زمان في مصر تقريبا باسم الداتسون. وبسم الله الله اكبر. اكتب لي في التعليقات هل تتوقع ان النيسان ده يحصل لها حاجه ولا لا؟ انا بصراحه حاسس ان هي هتبقى نفس سندوتش الشاورما بالظبط. بالظبط كده. بالنسبه للسواق احنا مش محتاجين نتكلم عنه يعني. المهم زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الكابينه بتاعتها بعد ما كانت نصف دائريه بقت نصف مستطيليه. زي ما انتم شايفين الشكل بتاعها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، يعني ممكن يكون السواق عايش، ممكن ليه لا. يا نهار ابيض عليك وعسنك البيضة. نجرب بقى النيسان الثانيه نشوفها هتعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه 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 يا اسطى؟ ليه يا اسطى؟ استنى استنى يا جماعه. ايوه انت عايز سرفايفل برضه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. علشان ندي لها حقها، انتوا عارفين طبعا لو انت نطيت يمين او شمال برضه احنا بنظلم العربيه، وانتوا عارفين الداتسون بالذات ما فيهوش هزار. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده يا باشا، ايوه كده يا مدير، هو ده اللي انا عايزه بالظبط. العربيه الوحيده اللي تلاقيها اول ما نطت ظهرها لورا، مع ان الماتور ده نزلت يا عم بوزه يا عم الحاج. ايوه هو ده اللي انا عايز اوصل له. شفت يا باشا؟ طعميه. بسم الله ما شاء الله عليها، اللهم صل على النبي. عليك عربيه والله العظيم انا خايف احسدك. معايا العربيه بصراحه مريحه السواق يعني. بص سند على الكاوتش بتاعها عشان لو حب مثلا يصلح الماتور يغير كاوتشات يبقى شغاله. هي اصلا في العربيه ما فيهاش الا كاوتش واحد سليم. لا حول ولا قوه الا بالله. متهيألي يا جماعه احنا ما جربناش التيستا لسه مش كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معروف ان التيستا صاروخ. اللهم صل على النبي. الشنطه اتفتحت ليه بقى؟ نفسي افهم شنطتك اتفتحت ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هل تتوقع التيستا عظمها ناشف؟ خلينا نشوف. لا والله العظمها ناشف ولا حاجه. العربية كل حاجة ودعت، لا إله إلا الله. بس فازت يا جماعة، ده وصلت للطريق يعني، دي حاجة جامدة جدا. وما ينفعش يا جماعة نجيب داتسون إلا لما نجرب فيه البهبهاني. اكتبوا لي في التعليقات هي ولا لأ، مع إني بصراحة حاسس إن هي مش هي. بس هي شفر يعني وصوتها جامد الصدق. يا حاجة الطريق هنا يا حاجة. خليها عمل اديلها فرصتها نشوف عايزة تعمل سرفايفل إزاي دي. أيوة. بسم الله ما شاء الله عليكي. بس يا جماعة ماسكة بعضها برضو حلو. يعني متهيألي السواق اللي جوه هيبقى حمصة. والله هو السواق اللي جوه اساسا زمان دماغه لازقه في السقف، بس تيجي تبص على الشكل العام يعني اللي جوه يعني نوعا ما لو السواق نام بطوله ممكن يعيش. خلينا بقى نديلها فرصه ثانيه بس بحيث ان احنا نكون ظبطناها من جميع الاتجاهات. وبعدين دي كلها داخليه. يا نهار ابيض، طب هم بيحطوا عليها حاجات ازاي دي؟ ايوه وصوتها عنيف يا جماعه. وال والله صوتها رهيب تصدقوا. هو ليه الجزء اللي ورا ده بتنطط كده؟ ها ها دي معدله اصلا. بسم الله ما شاء الله، اول عربيه تنزل على ظهرها. اخ ده نزلت على وشها. يا نهار ابيض، لقد اصبحت السياره بسوى الارض يا زلمه. والكلاكس بتاعها شغال. اوعى يابا للشاص، يابا اوعى للشاص اللي دخلت قالت مين دول اللي بيتحدوني. تعالى بقى. طبعا يا جماعه انتوا عارفين طبعا الشاص والداتسون والكلام ده كله كلها عربيات ما فيهاش امان يعني، بس حلوه. خلينا نشوف بقى هل الشاص هتحافظ على السواق اللي جوه ولا لا، مع ان انا عارف ان هي مش هتحافظ عليه يعني، بس خلينا نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالظبط كده، ده اللي انا عايز اوصل له.
يا نهار ابيض. بس يعني لو انت قاعد في الصندوق ممكن تعيش يعني، اذا ما خبطتش وجالك ارتجاج في المخ يعني فاهم. قول السؤال تاني. الفطاره بقى اكتر عربيه بتحافظ على السواق، يعني العربيه كلها ممكن تتدمر على الكابينه. خلينا نشوف هتعمل ايه. واكتر عربيه يا جماعه قدر سيطر عليها السداو، واكتر عربيه موتورها اتكسر دلوقتي عشان طبعا عدى السرعه المسموحه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. طب اللفه دي اصلا مش مفيش اوبا، ولأول مرة في التاريخ العربية ودعت. تويوتا سوبرا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، اديله عنيف، ادي يا باشا. شو 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 شو، مفيش وقت، مفيش وقت بتضيع. بيت 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 عليه. ييييه وات، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي حصل ده دلوقتي؟ يا نهار ابيض. بس بصراحة نزلتها حلوة، لو عملت شيء شوية كان ممكن تستحمل الخبطة. يا نهار ابيض يا جماعة، ده ازعاج اقسم بالله، موتور صوته عالي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. نط يا مدير العباد يا جماعه، انا اراهنك ان هي هتنزل على الشارع. وممكن تعدي؟ هتنزل على الشارع ولا تعدي؟ لا شكلها عدي. عديت والله، يا لهوي. طب هو التربو شغال ازاي؟ يا نهار ابيض. حد فيكم كان بيقول التويوتا سوبرا مش متوفره في مصر؟ لا هي موجوده في مصر بس ما تفهمش، انت بتدفع لها رسوم عاليه كده شويه يعني انت كمستعمل للمركبه. المهم خلينا دلوقتي نشوف اللاند ايه اللي هيحصل لها. بسم الله الرحمن الرحيم، والله يا جماعه عملاقه ما شاء الله عليها، والله انك عملاقه. عجباني يا جماعه التوازن بتاعها في الجو. وات، بس ما تنزليش عبوزك. بس بصراحه انطلاقتها حلوه. ايه ده يا اسطى؟ هو ايه ده؟ ايه الشريط المطاط اللي وراك ده يا بنتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا متهيألي يا جماعه بتوعت اللاند كروز مش هيشتروا عربيتها. انا متهيألي يا جماعه كل العربيات اللي نزلناها في حلقه النهارده متهيألي يا جماعه ما حدش هيسوقها تاني، لان هي حرفيا بصوا اثبتت جدارتها وحمايتها بطريقه مهوله. ومعانا الفيات 128 ودي المره دي يا جماعه مش جايبها من واحد اسماعيلاوي، لا جبتها من واحد سويسي. خلينا نشوف تعديل السوايسه وقوه عربيتهم هتبقى عامله ازاي. ونط يا مدير. تحس العربيه يا جماعه نطه كده على مهلها مش كده ولا ايه؟ ايوه، ما تقوليش ان انت هتنزل على وشك. اخ ياني، لا اله الا الله. الماتور شغال يا جماعه بس بعافيه، هيفصل دلوقتي. ودي تيجي يا قلبي نخلص التحدي من غيرك، ده انت شيء اساسي يا قلبي. بس العربيه دي يا جماعه افرود، ما تفهمش ازاي يعني افرود وقويه جدا. خلينا بقى نشوف. بس واخي والله ما اعتقدش ان العربيه دي هتقدر تحافظ على السواق بتاعها، ليه العربيه دي اصلا معموله من الصفيح. اه بالظبط كده، اهي اهي يا عم الحاج، شفت الصفيح؟ يا سلام. بس خلينا نتكلم بامانه، العربيه محافظه على كاوتشاتها الثلاثه، واذا في كاوتش رابع طار وماشيه اهي. يعني العربيه يمكن الوحيده اللي تقدر تمشي، يعني مثلا لو قفلنا ده كله هتقدر تمشي عادي صح؟ ماشيه عادي جدا يعني واو. السواق على فكره اللي جوه يا جماعه ممكن ما يحصلوش حاجه تصدقوا، بس لو هو متربط كويس. يا نهار ابيض على العربيه وسنينها البيضاء. انا عارف انكم متضايق علشان احنا قلنا على العربيه اللي فاتت انها توك توك. اه يا عم جبت لك توك توك. اه يا عم الحاج ولا تزعل نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. طب انت رايح فين يا اسطى؟ يا جماعه هو في الغرب العربيات اللي بتبقى زي دي ما بتعمرش. بس اللي انا مستغربه لحد الان الكاوتشين اللي ورا محافظين على نفسهم، والكاوتش اللي قدام لسه واقع. بس حلو والله محافظ على السواق بتاعها. خلينا بقى نجربها تاني بقى بالنطه. وبسم الله اللهم صل على النبي. برضو طب خلاص يا حاج، انا هو اخري كده معاكي بقى. بسم الله. ايوه والله يا جماعه سنه بسيطه كانت هتنزل معدوله. بس الامانه يا جماعه العربيه محافظه على السواق بتاعها برضو، او محافظه على شكلها نوعا ما، خاصه الجناب دول عاملين شغل الله ينور. يا ليله الليل الكلاكس بتاعها اهم حاجه ان هو شغال. واخيرا وليس اخرا الباص، واعرف ان احنا ما دام جبنا الباص فاحنا كده خلاص، يا اما في نهايه الحلقه يا اما قربنا على النهايه. فبسم الله الرحمن الرحيم. انت رايح فين يا باشا؟ دوس يا باشا، خليك يا باشا عنيف كده، افصل بقى يا مدير. بس تتوقع الاتوبيس ده يقدر يحافظ على الناس اللي جواه؟ انا بصراحه ما اعتقدش. لا 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 اه لا لا لا, لا الناس دي صعبه يا اسطى. اه لا حركه صراحه ذكيه من السواق، لانه دلوقتي قدر يفادي نفسه او يحافظ على نفسه في المقابل عجن كل الناس اللي جوه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. زي ما شفت الباص اللي قبله ايه اللي حصل له، فانا المره دي جبت الباص الجديد بس بقى بدورين. يا اسطى عايزك اعدل الكاميرا يا اسطى. ايوه اللهم اللهم صل على النبي. يا رب. ايوه زبط. وينط يا مدير. هل تتوقع الاتوبيس ده هيقدر يحافظ على الناس اللي جواه؟ انا بصراحه حاسس النص اللي ورا هو اللي هينجو الصراحه، النص الامام ده هينتهي. يا لهو على الخبطه. اوف الحق يلا، النص التاني سابك وماشي. يا نهار ابيض انت لسه فيك حيل. يا نهار ابيض يا جماعه شايفين الشكل عامل ازاي؟ والتاني لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وبكده يا شباب نكون وصلنا الحلقه. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناه، واكتب لي في التعليقات عن نوع العربيه اللي انت عايزها نجربها في التحديات الجايه ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير، سلام. هلو ايفري ون، ماي نيمز ميدو. اشترك في قناتي اه انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا نشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.